السلام عليكم إخوان. خلال هذه الرحلة غادي نمشيو لأي التمليل تابع الإقليم الزلال. أجي غادي نشوفوا الآثار ديال الزلزال على الناس تما ديال الجبال والمعاناة ديالهم مع نهار كان الزلزال، يعني كيف غيوصفوا لنا كيفاش عاشوا اللحظات ديال الزلزال. كاين البلايص اللي اثر فيها وكاين البلايص اللي اثر فيها ديال الصدمه، ولكن ما كانش اضرار كثيره، يعني كانت شي تشققات يعني في بعض المنازل وفي بعض بعض الدواوير. كاين اللي تقاس بزاف وكاين الدواوير اللي يعني استحمل الدقه ديال الزلزال. يلا خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم، وان شاء الله غادي يكون عندنا الجديد ان شاء الله في الجبال الاطلس المتوسط. وي اخوان، كما تشوفوا غنطلعوا لهاد الدروج هادو ديال هاد السيد هذا، واحد الدار هنا مضروبين هنا بالزنزال. غادي نطلعوا نغامروا في هاد الدروج، يعني صراحه راه كتبان ليا واقفه. غادي نشوفوا واش نقدروا نطلعوا ولا لا. الله يح يح يح، خصنا نبغي نرجع مارشار يعني. كما تشوفوا اخوان حنا طالعين دابا. اي اي الله صراحة هاد البلاصة ايت امليل سير. هاد الحجر كامل ما تململش ياك، بحال قلتي هاد البلاصة فين باني قاسحة شوية. الناس كيديرو في الحيط 50 سنتيم، 50 سنتيم ديال العرض. هذيك الناس اللي تحفوا عليهم الديور كاين 20 سنتيم. وي، يعني هذيك المساحة ديال العرض حفظات شوية. حفظات، والحجر كبير. بلاصة الشرج معاه. واخا راه هادي تبارك الله تبان ليا صخرة صخرة، كيف فين دابا هاد الدوريه؟ هادي قديمة شوية. صخرة؟ صخرة. دوار دابا. هاد الدوار سميتو يمين وارق. يمين؟ يمين وارق. يمين وارق. أييه. صراحة راه قاوم. كاين بلايص اللي قاومة تجي. هذا تشقات راهي. منين؟ أييه. هاي دابا تشقات. تشقات. هادي ما عندناش شي خطر لا؟ شوية. شوية يقدر يكون خطر، يقدر على حساب. بالنسبة لعاود الزنزال. إلا عاود الزنزال غيطيحو، حيت قدام الديور هنا. السلام عليكم. بخير. كيزيد؟ كيف بقيتو من هاد الزنزال؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يعني ما وصلكم هنايا حسيتو به؟ إنما حسمت الزلزال الجديد. حسبني هاي كنت قالت هاكي لا تقلب. قالت لك كان ضرب قوي هنا. قوي. كان قوي. يلا تيزر ديك السيدة. ها هي الدار اليوم قالت لك عندها واحد الشقة حتى هي تما، يلا ستنزل. أنا غادي. ياه. روني حمر بين والديك. آمين. رايك تاع عمال. آمين. رايك تحول. آمين. رايك تاع الغرام. كيخدموا هاد الناس الاغلبيه؟ الاغلبيه كيخدم في الفلاحه هنايا. غير الفلاحه بحال التفاح. الفلاحه لا كيهاجروا كيمشيو لمدينه اكادير. الناس كاملين كيهاجروا. الشباب. الشباب هنا ما كاينش الخدمه، ما كاين ما يدار. بالنسبه للمساعدات لحقوا شويه لهنا. الناس صراحه الدواور اللي متضررين وصلتهم المساعدات مزيان. صراحة صراحة هذاك الشيء اللي كاين نقول وصلات. وصلات. وبالنسبة للمناطق اللي بعاد اللي صعيب التنقل ليها. كاينين شي مناطق اللي صعيبة عليهم التنقل، ما داك الشيء اللي كنسمعوا ما وصلتهمش المساعدات. يعني وصلتهم بحال قليلة شوية. قليلة شوية. يعني واش البعد الجغرافي؟ هو اللي دارها؟ يعني بزاف ديال العوامل. هنا البعد الجغرافي. الطرقي. مسلك الطرقي وبزاف ديال العوامل. هذه يلاه تصلحات من جديد هذه. هذه
معاودة في الصلاح؟ معاودة في الصلاح. لكن ما قاساش الزنزال؟ شوية شي حاجة، عندنا صراحة في الدوار كاين غير التشققات، حتى شي دار ما طاحت. هادي ما يلاش شوية لهاد الجهة؟ هاد الدار؟ لا شوية. شوية. الدوار سميتو عيد سعيد. هذا. بوحدو. ولكن الدور كامل كيتجمعوا عندهم سمية واحدة. هذا ما ضرارش. لا فيه كاين التشققات كما قلت لك. بحال هكا كيما. بحال هكا التشققات. بالنسبة للفلاحة هنا شنو عندهم؟ كاين الزرع. هنا. الموسم ديال الزرع قريب دابا يحرثوا الناس. هنا الحال. قريب شهر 11 كيبداو يحرثوا. هنا هي الدار اللي قلتي لي؟ ها هي. هادي. قلتي لي ملي كيجيو الناس كيجيبوا المساعدات تقولوا لهم؟ قلت لك صراحة في الأول كان كيجيو المساعدات كيوقفوا لهي حدانا في الدوار لأن حنا فوق الطريق. وصراحة ما شديناهمش لأن كاينين الناس اللي متضررين أكثر. يعني كتقولوا لهم لا راح لا حتى شفنا الناس صراحة شبعوا المساعدات حتى وبغينا نستافدوا حتى حنا عاد شدينا حنا. شنو هو كتبنيو؟ هذا واحد النادي ديال الدوار إن شاء الله. القراية. ديال القراية محاربة الأمية والروض ديال الأطفال. شي جمعية ولا عسكرية؟ جمعية ديال جمعية محلية ديال الدوار. هي اللي تكلفات بالديالو. سميتها الزنزال ولا ورا الزنزال؟ لا يلاه بدينا فيه يلاه هذه واحد 4 ايام باش بدينا ان شاء الله ان شاء الله. يعني بدلوا المحاربه الاميه محاربه الاميه ان شاء الله وكنطمحوا ان شاء الله الى كاين شي جمعيه اللي تساعدنا ان شاء الله نبنيو ونكملوه ان شاء الله ان شاء الله. الارض عاد ديال الناس القبيله هنا؟ عاد ديال القبيله هذه. واش هذا الشجر هذا واش كوت يكون يابس خاصو الماء؟ لا خاصو الماء، هذه شجره اللوز. اللوز صبت الشتا بزاف بدا المنتوج ديالها كينقص بزاف. واه علاش حيت الماء قله الماء ما كاينش الماء. عندنا الماء لتحت كاين واحد الواد كما كتشوفوا كاين الواد كبير ولكن ما نفعنا بوالو بعيد. كل لقينا البومبه زعما باش نطلعوا الماء كما كتشوفوا كاين الارض. لا تبارك الله والشجر يعني بعيد شويه. سير نشوفوا البلايص الاخرين كما قلتي لي. صراحه الدوار كل لقى الماء يكون من احسن الدوار في المنطقه كما كتشوفوا. شوف العرض والاشجار. هاد الدوار سميتو دوار يمين ورك جماعة التمليل. هذا بوحدو؟ بوحدو. اوكي. فين هي الدار؟ اش من فين فين؟ ها هي. هادي اللي عندها الميكا؟ ها هي ديالي. كانت لي الدار ولكن كما قال لي نعم تصلح الرغفه يعني زيد طناها يعني ما خلاهاش مفتوحه يعني يستلم الحياه ديالو عادي. غادي نمشي نشوفو معاه يعني راه جينا مع قافله ديال مدينة بني ملال وهاد المناطق المتضرره ديال اي تمليل نشوفو معنا. مرحبا بك استاذ في الدار. نحن الدار على قد الحال. مرحبا اخويا. الله يحفظك. فين هي البلاصه اللي ضربت؟ كانت تحت ليا هادي هاد الباب كما كتشوف هاد العود حفت باش هذيك الفوكانيه ما تطيحش. تكالي كان عندي واحد الشقيقه واحد التشققه هنا كبيره ولكن صلحتها لراسي و صلحتها لراسي بلاش حتى انا يعني باش ان شاء الله يمشيو يساعدوا الناس اللي متضررين اكثر. يعني الصراحه دار ميساج وهنا باش حتى انا نساعد نساعد حتى انا. يعني كتوقفوا مع الناس حتى هذا كان ضرب لك انت هذا؟ هذا كان طاح لي هنا وصوبته راسي كما كتشوف. هذا كامل كان طاح. هذا صوبته وقفتي صلحتي. هنا الضو واصل ياك؟ كاين الضو الضو كاين الضو كاين البلاصه اللي مضررت. كاين واحد البيت هنا حتى هي حتى هي هي هنا كان طاحت لي هادي. صلحت بعدا درت حتى هو كان غيطيح. عندي واحد سميتو هنا غير صلحت هاد الشي وزلت ليه كما كتشوف المرطوب ديال التراب. يعني بعدا ما تبقاش اللهم حيت ما عنديش فين نمشي ما صراحة. يعني كديروا هاد الميكا هادي ما كتدخلش الماء؟
لا كاينه الميكا ديال الفوق هي اللي كتحبس الماء، هذه كتحبس لنا غير التراب والفيران اللي يطيحوا علينا وداك الشيء. حتى بالنسبه للعقارب ولا ولا لا ما كاينش العقارب، كاين الحنوشه. الحنوشه اللي كاين الحنوشه هما اللي كاينين. هاد الدراري الطيف وجد في منطقة تسمى بدوار تاولاس، حين أتى الله بزنزال فنحن مسرورين لأننا يعني لم يموت عندنا أحد ولله الحمد. ها ولله الحمد والدرجة ولله الحمد على النعمة التي أتى الله لنا بأننا لم يموت أحد في هذا البلد. والكلمة لكم أشكركم كثيرا على هذه المساهمة، أول مرة أشكركم أنكم ضحيتوا على أنكم جئتم وضربتم طريق كثير وساهمتم من أجل المعاونة من أجل اليتامى والفقراء. نحن الآن نلتمس ومسرورين بلقائكم ومعرفتكم، ولأن هذا البلد بدون زلزال الناس محتاجين كثيرا، لأن لا يوجد العمل، الناس ضعفاء كثير، لا يوجد العمل في هذا البلد، بل 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 ياكلون ويشربون وينامون، لا عمل هنا في هذا البلد. ولكن ولله الحمد نحن الان مسرورين بمعرفتكم وبلقائكم، لان اتيتم الى بلاد وكرمتمونا كرمكم الله. وندعو للمحسنين الذين جمعوا هذه الهديه واتوا بها الى اهل البلد، فلهم الشكر ولهم، ونطلب من الله ان يجازيهم بخير بخير على ما هو احسن من صدقه. ولله اشكرك انت الذي حملت الميكروفون واعطيت بهذه الكلمه، واشكر الجميع. وهنا نسى دوار تاولاس وشكرا. بالنسبه لهذيك الخيمه واش قدموها لهنا؟ كان شي واحد مضرور عليه الدار ديالو هنايا. هذه الخيمه كيشدوها، عندنا ثلاثه الخيمات في الدوار، عندنا ثلاثه الخيمات هما اللي عطاو في الدوار، ولكن الناس مضرورين بزاف من اجل الانشقاق. كاين شي خمسه ديور، الديور كلشي مشقوقين، كلشي مشقوقين، ولكن بالنسبه للخيمه كاينين جوج الخيام. وكان واحد هنا، كاين واحد نيت ممكن تورينا شي دار مشقوقه هنايا؟ اي انا نمشي معاك دابا، نمشي معاك. هذه نمشي يلا يلا. الدوار تاولاس، دوار تاولاس، ان الناس هنا محتاجين 100%، يعني واحد العدد ديال البشر مخدم بردان، يعني الطبقه الكادحه. ولكن بالنسبه لهذا الزنزال، هذا الزنزال يعني يد المساعدات كثيرة ولله الحمد. أنا كنحس بالمغاربة إخوة، المغاربة أنهم إخوة، يعني المغربي مع أخوه بحال الخوت، يعني ولله الحمد البلاد، يعني كل شيء يشد، كل شيء يعني من المواد، من الملابس، من الأطعمة، من جميع المسائل، ولله الحمد. شتو بزاف الزنزال سيدي؟ لا ما خرجتوش بالليل؟ لا خرجنا بالليل. حتى واحد خرجنا، حتى واحد ما قول، حتى واحد في الدار نعجبنا صغير برا، والعيال كيمشيو زعما واحد المنظر ما يعني. راه كاين شي بلايص اللي ضرب فيهم اللي ضروا الناس؟ ايه كاينين بزاف، كاين البلايص اللي ضروين بزاف، وهنا كاين غير الانشقاق ما بين بين الديور. الارض كانت صحيحه شويه؟ الارض كانت صحيحه، ما الزنزال الا جا في التربه يعني راه كيهبط. على حسب التربه، على حسب التربه الا كانت هنا كاين الجبل، يعني الا كانت الارض رطبه ما كيهبطش بها، ما كيكونش يعني ما كيطيحش. اما بالنسبه الا كانت الا الزنزال في الرطبه راه كيتشخشخ لتحت. إلا كانت رطبة بحال هذا المشكل اللي وقع دابا، بحال توفغين، توفغين دابا فيها النص، البلاصة اللي كاينة في التراب راه ردمات، البلاصة اللي جات في القصح يعني شوية ما كاينش الخسارة بزاف. أما بالنسبة للناس ولله الحمد، حنا راه كنشكرو الله ينصر جلالة الملك، والحمد لله راه الناس راني تعاطفوا. يعني قاومت الزنزال بزاف، ها بزاف
ها هو الدار ديال واحد الاستاذ هذيك راها هي طقاسه هي طاحت هذاك اللي طاح ها طاح منها و ها الدار ديال بنتو دار التي فتح هي مش هي نهار زنزال شوف صور هنا اجي تشوف اجي تشوف هذا الدار هذا الدار اجي تشوف هنا نهار زنزال اجي تشوف هنا انا بقينا ساكنين فيه هنا تحت هذا كنا كنديروا فيه العيب تاع لتحت شتي تحت الدار لتحت وهذا الشيء راه طلع هنا كاين البلايص اللي قاوم لان جا في القاس هنا كاين الانشقاقات بزاف دخل بحال مثلا دابا هذا الشيء اللي كيتحرك لان غير التابوت هنا غير التابوت يتحرك واخا تحرك ولكن ماشي تحرك بزاف هنا ماشي يعني الانشقاق كلشي دار تحركات ولكن بالنسبه الى كاين الشرقي غادي يطيح كان البرد الى كان البرد بزاف لان خرجت لبرا حنا واحد الدار تما شي اللي راه كاع مفتح حتى هو تشوفوا الله يرضي عليك ها هو هنا عجيب هنا الله يحميك الوليد غير كاين تاد ها حنا اللي شفنا سيد دوكا زعما من طبيعه الحال سيد التشكا في المكان اللي كنت انا جيت من طبيعه الحال لان الانسان هذا السيد راه جا وساهم اش من الاحتياط ما كاينش الاحتياط هنا في البلاد الاحتياط العود ديال باش يشعلوا العافيه اما هنا يكذب عليك يجي واحد يقول لك راه كاين شي واحد لاباس عليه الناس هنا راه ضعاف ما كاين حتى شي واحد لاباس عليه فهمتيني الناس راه غير عايشين على قد الحال الناس على قد الحال كاين الوالد ديال تساوت تساوت هذا هو اللي غادي للبراج ديالو يتعدل البراج وفيه لا ترويت وفيه منطقه سياحيه بمعنى الكلمه كيتغرس هنايا بزاف كيتغرس التفاح اللي عندكم كثير كاع التفاح الكاع راه كيموت التفاح حنا كثير هنا كثير ولكن ما عندناش الفريكو ما عندناش الامكانيات وما عندناش تيبيعوا ويجنيو ما عندناش الامكانيات ولا الجمعيات باش يمكننا نديروا الفريكو كي كيديروا في بوغماز بسم الله هذا السيد سميتو الحسن بن ابراهيم الدنيا كتمشي وتجي قوي بزاف راه قلت لك ربما انه جا غير في هذه البلاد جات فوق الحجر راه كل ما جاب الله كاين هنا هنا ما كاينش على التراب كون هذا الشيء هبط حتى من الفوق هذا بومبي هذا هذا
ان جميع السكان راهم ضروري بالنسبه للاشقه، يعني ولاو خايفين، ولاو خايفين دابا الناس.